نعم عزيزتي برج أو عزيزي برج العقرب، أنا أرى أن هناك إنسان، أنا لا أتكلم عن برج العقرب بل عن الحبيب، نعم عن الحبيب، أنا أرى أن هناك إنسان يتصر أسفة، أنا آسفة يعني غادي نقول يعني آسفة على ما أقوله، لكن هذا ما أرى، إنسان غير شريف في حياتك عزيزتي. طبعا أنا أتكلم عن العقرب العازب، نعم، وبعد قراءة العزب سأتكلم عن المتزوجين، واخا. إذا أرى إنسان غير شريف في البداية، يعني غير آمين، إنسان يعني ما عجبنيش، واخا. ماذا أرى؟ أنا أرى، سأتكلم عن المرأة، نعم، أرى المرأة العقرب، أرى امرأة جميلة جذابة ذكية جدا ناجحة في الدراسة رقم واحد، أو كنت أو ما زلت إنسانة ناجحة، لكن طاقتك تقول أنك لا تقدرين نفسك، فقدت الثقة بنفسك، يعني تحسين بأنك فاشلة وإنسانة سيئة، يعني ولديك أفكار سلبية حول شخصك، وهذا لنتابع، وأنك غير محظوظة وأن الله لا يحبك، يعني سلبيات وسلبيات وسلبيات في عقلك عزيزتي، نعم في عقلك، هذا ما تقول، هذا يعني كل هذا في عقلك، لكن لنتابع، نعم هذا ما ترين أنت، يعني كيف ترين نفسك، كل ما قلته وكل ما تقوله هذه الكارت، واخا. أرى أنك مغرمة تحبين إنسان، هذا الكارت يعني سيكس أوف سورد، تحبينه، هي كارت العطاء والحب، هي كارت جميلة، لكن من يعطي الحب عزيزتي؟ أنت تعطين الحب لهذا الرجل، وهذا الرجل أنني شوفه في الصورة، هذا يعني هو فتى يعني يأخذ الكأس مليء بالورد مليء بالحب، لكن ينظر إليه وفي يديه، لكن من يهيب هذا الحب؟ أنت عزيزتي المرأة البرج تعطي حبها لهذا الشخص، شخص أناني، وهناك حكيم بعيد يرى هذا، وهذا عقلك الباطني، نعم تفكيرك الباطني، أنت في الحقيقة تعرفين أن هذا الشخص لا يستحق حبك، لكنك تحبينه وتتألمين، أنا كل ما أراه هو أنك تتألمين، واخا. هذا الكارت يقول أنك تتصلين به مرارا وتكرارا، أنا أنصحك إيمان، تنصحك يعني لا تفعلي هذا، أرجوك لا تفعلي هذا، خليه يتصل بك هو إذا كان يحبك، أنا أقول لك أن يعني إذا كنت تفعلين ترسلين له الواتساب وقطعي طيله، يعني تتصلين به، يعني ستوب، توقفي عن فعل هذا. هذا الكارت يقول أنك مقيدة، نعم أنك مقيدة، أنك مسجونة، يعني ويت اوف ايت اوف سورد، يعني 8 ديال السيوف، انك مقيده، انت مقيده، مسجونه، انت مسجونه، لكن في الحقيقه انت لست مسجونه، انت لست مقيده، انت مقيده، قيدت نفسك انت وسجنت انت نفسك في افكارك وفي هذه المشاعر السلبيه، في هذا الحب الذي يعني يسبب لك كل هذه، كم شوفوا الكارت، يعني هي يعني حبل خفيف، يعني يمكنك يعني بسهولة أن تطلقي سراحك بنفسك، يعني فك السراح بنفسك، هذا ما تقوله هذا الكارت، يعني هذه يعني أنت تعذبين نفسك يعني غاتويتمون، يعني بالمجان، أنت يعني لا أحد سجنك ولا أحد قيد، أنت تقيدين نفسك لأنك يعني تحبين هذا الشخص الذي لا يستحق حبك، وهذا الكارت يقول هي كارت قوة الإرادة، يعني يجب أن تكون لديك قوة الإرادة لتفك سراحك، نعم واخا، هذه أنت، لا هذه لست أنت عزيزتي، لست أنت.
دستي انت، انتظري خليوني نشوف، خليوني نشوف نزيد الكارت ودابا نشرح لكم. واخا نعم، واخا واخا صافي الله، واخا واخا نعم صافي سي كلير صافي. عزيزتي لنكمل الكلام عن كيف، كما قلنا المشكلة، مشكلتك أنت، لديك مشكلة، لديك مشكلتين. الأولى عزيزتي، أنا أتكلم الآن مع المرأة العقرب، مشكلتك هو مظهرك الخارجي، يعني طبعا أنا أتكلم يعني عن معظم يعني نساء العقرب، ليس الكل لكن معظمهن، يعني مظهرهن الخارجي جميل جدا، مظهرك الخارجي وجمالك وجاذبيتك تجذب كل أنواع الرجال، هذه هي مشكلتك. والعقرب، المرأة العقرب لها، يعني المرأة العقرب وكذلك المرأة الأسد، يعني لهما طاقة سماوية ربانية طبيعية غير عادية، كل من المرأة العقرب والأسد عندهم واحد الطاقة يعني غير عادية، طاقة جميلة جدا، طاقة جنسية وطاقة، طاقة الأنوثة، يعني هي طاقة يعني من عند الله، يعني لا يمكنهم التحكم في ذلك، وهذه الطاقة تجعل الرجال يحسون بالانجذاب عندها، يعني كيف يعني يحسون بهذه الجاذبية وتجذبان الرجال، تجذبان كل أنواع الرجال، هذه هي المشكلة. وأنت عزيزتي كنت أتكلم عن الأسد كذلك، نعم هذه الطاقة يعني تجذب رجال كثيرين، نعم، لكن المرأة، لا المرأة يعني هذه الطاقة ليست عند كل النساء، هذا ما أريد أن أشرح، وهي من عند الله، يعني هي لا لم تخلق هذه الطاقة، من عند الله الرجال يحسون بهذه الطاقة وينجذبون نحوها، نحو المرأة العقرب والمرأة الأسد. لكن المرأة الأسد لها كبرياء وعزة نفس، ليس من السهل أن تقع بسرعة في هذا النوع من الرجال، هذا الرجل الأناني الذي يحب فقط نفسه ويسيء للمرأة، يسيء لك يا عزيزتي، يعني أنا أتكلم عن هذه الوضعية. لنتابع، كنت أتكلم عن الطاقات، يعني المرأة الأسد لديها تلك يعني الكبر، ذلك الإبرياء، الكبرياء. لكن أنت عزيزتي، أنت برج العقرب، تسلمين قلبك بسرعة، تسلمين أمرك، روحك يعني لأول من يقول لك أحبك يا عزيزتي، يعني لا تنتظرين وتتأكدين من أنه يحبك، يعني بسهولة، لا تميزين بين المعجبين بمظهرك فقط ومن يحبك فعلا. غادي نتكلموا دابا على الحب، فهناك حب، لكن المسألة هو أنك تعانين بسبب هذا الأناني، الأمبراطور، هذا الرجل الذي ينظر إلى نفسه، يحب نفسه، نعم. وهناك مشكلة أخرى عزيزتي، هو أن معظم يعني معظمكن دائما تقعن في حب الرجل الوسيم والساذج، الرجل الأناني الذي يحب فقط نفسه، هذه هي المشكلة التي أراها عزيزتي هذا الشهر في برج العذراء المرأة، هذه هي مشكلتك، أنت دائما تقعين في حب هذا النوع من الرجال، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ دموع دموع دموع، وتحزنين، وهذه الطاقة السلبية تعم في بيتك، وأمك كذلك تحزن، وكل من يحبك يتألم معك، حرام، وكل هذا في عقلك أنت، نعم. أرى عزيزتي أن هناك رجل لطيف معجب بك، معجب بك كثيرا، وربما يحبك، أراه، عفوا لم أتكلم عن البرج الأول، الأناني، هذا الذي تحبه، هذا الأناني هو طاقة مائية، عقرب وسرطان خاصة، وطاقة هوائية الجوزاء خاصة، وكذلك الحمل، عفوا الحمل الذي هو طاقة نارية، لأن الأمبراطور هو الحمل، نعم هذا ما أراه.
أما الرجل اللطيف الذي يحبك المعجب وربما يحب، نعم يحبك في السر، يحبك ونواياه حسنة، برجه ناري خاصة القوس، قد يكون القوس. وأرى رجل آخر يحبك، أنا أرى رجلين، نعم أرى رجل يحبك في السر، يحبك رجل، نعم يحبك يحبك، والآخر معجب ربما كذلك يحبك، لكن هذا الذي هو يعني معجب بك ويحبك كذلك ونواياه حسنة، ربما حالته المادية ضعيفة ويخاف من أن يقترب منك، واخا أنا أرى أنك أنت ربما نو ربما نو سيغ يعني أكيد أنت ربما معظمكن، واخا أنت امرأة غنية يعني عايشة بخير، عائلة يعني غنية، ولذلك هذا الرجل هذا الأول يعني يخاف من الاقتراب منك، واخا. وهناك آخر يحبك في السر، نعم هناك رجلين عزيزتي، لذلك هذا الكارت يقول لك أن الاختيار بيدك عزيزتي، الاختيار بيدك، نعم تقول هذا الكارت أن أنت تزرعين عزيزتي حبك في رمال الصحراء، وماذا تزرعين؟ ماذا ينمو؟ الشوك، لذلك هذا الكارت تقول لك ازرعي حبك في بستان وسترين ماذا سينمو، ماذا ستزرعين؟ طبعا بستان. لاتي نشوف الكارت مخبية، هذا الكارت يقول لك هذه وهذه، نعم هذا الكارت يقول لك أن تهربي من هذا الحب السيء، نعم يجب أن تهربي من المشاعر، وهذا الكارت يقول نفس الشيء، يجب أن تتحكمي في مشاعرك لأنك ستدمرين حياتك إذا استمريت في هذه الوضعية، عفوا نعم. والشمس، كارت الشمس تقول أن الشمس هي الحقيقة، يعني أنت لا ترين الحقيقة، والحقيقة هي أنك يعني الأشياء بيدك والحب قريب منك، لذلك يجب أن يعني أن تري الحقيقة التي أنت يعني بداخلك ترينها، أن هذا الإنسان لا يحبك ولا يستحقك ولا يقدرك، وأنت غالية، لكن لا تقدرين أنت نفسك، لذلك يحدث ما يحدث وتتعلقين بأشخاص مثل هذا الرجل. وماذا يحدث في الأخير؟ ما قلته قبل، هذه دموعك عزيزتي، دموعك، نعم إذا امسحي دموعك وكفى من الدموع. هل يعني هل انقرض الرجال؟ الله يخليكم، هل انقرض الرجال لكي أقع في حب رجل يعني لا عفوا يعني لا يبين لأي شيء، يعني فقط لأنه وسيم أو لأنه يقول لي أحبك، صافي صافي أنا غادي نموت على هذا الرجل، يعني هذا غباء أرجوك. والمرأة العقرب امرأة ذكية جدا، لذلك لا تتركي قلبك يعني يستحوذ على كل هذا الذكاء وكل هذا الحكمة أرجوك، فكل شيء بيدك عزيزتي، كل شيء بيدك، أخا نعم. والقوة كذلك، أنت إنسانة قوية لكن مشاعرك تغطي هذه القوة، لذلك لا يجب يعني أن تواصلي في هذه الوضعية وتستيقظي وتري الحقيقة كما تقول لك الشمس، فحياتك جميلة لكنها بيدك والتغيير بيدك، نعم وخا. وبالنسبة أنا أرى بالنسبة للرجل العقرب، أنا أرى العازب، أنا أرى أن البعض منكم يخفي سر قوي جدا لا يبوح به حتى لأمه، لا أدري ما هو،
وأرى أن هذا العقرب سيرحل، سيرحل وقد يعني لدولة، ربما لدولة أخرى، لا أدري ما هو هذا السر، لكن أرى أن البعض منكم فقط. بالنسبة للمتزوجين، العقرب المتزوج، أنا أرى أنكم تستمتعون بالحياة، يعني تستمتعون بالحياة، حياة جميلة، ذكرت العالم، حياة جميلة، و يعني الخير، أرى الخير، أرى يعني الرزق، نعم أرى سعادة في هذه الحياة، لكن أرى أن بعض الزوج يغار من زوجته، لا يغار، يحس بالقليل من الغيرة، نعم لزوجته، لا يثق بزوجته، لنتكلم يعني بوضوح، لا يثق بزوجته العقرب، والزوجة التي زوجها عقرب لا تثق بزوجها العقرب، لا أدري لماذا، أنا لا أرى يعني لا أرى طرف ثالث، لا أرى أشياء غريبة، لكن هناك يعني القليل فقط، ليس أنا لا أرى يعني شيء كبير أو قوي، نعم، لكن أرى أنكم تعيشون حياة هنيئة وجميلة وهناك رزق كثير، هذا كل شيء. واخا يعني عزيزتي، برج العقرب، كانت الرسالة هو أن تستيقظي وتري الحقيقة التي أنت تريناها، يعني أنت ترين أنك تعطينا 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 يعني، لكن هو سيعطي صفر، هذه هي الحقيقة، يعني شوف يا للبراءة، يعني هو لا ينظر حتى إليها، مع أنها يعني كارت جميلة، نعم هناك قد يقول لك كلمات جميلة حبيبتي بلا بلا بلا، لكن أين هو الحب؟ أين هو الحب؟ حبيبتي كوني ذكية، وما تخليش هذا النوع من الرجال يعني يدمروا حياتك ويدمروا حياة اللي حواليك، حرام. وأنت تعرفين ذلك، لكنك لا تريدين أن تري الحقيقة، لا تريدين أن تستيقظي. إذا لنرى ما هي، ناخذ ثلاثة الكارتات، ما هي رسالة الملائكة. أشكر الله عزيزتي، أنا قلت أن يعني معظمكم يعني تعيشون مزيان، يعني أنتم ربما ناس أثرياء، معظمكم ليس الكل، واخا أشكر الخالق، يعني هذه كرت الشكر للخالق، لأن يعني لابوندونس يعني الرزق، الكثير من الرزق في حياتك، لكن أشكر الله على كل شيء. نعم الرومانسية، أنت ستعيشين حياة رومانسية، لأني كما قلت لك هناك شخصين يحبوك، جوج اثنان، نعم لذلك انسي ذلك الرجل السيء، يعني فالعالم مليء كما أقول دائما، مليء بالرجال، والبحر عامر بالحوت. هذا صحيح، العالم مليء، البحر مليء بالأسماك، مالكم؟ لماذا أنا أموت في رجل واحد والعالم مليء بالرجال؟ اختاري رجل، لكن اختاري بقلبك، بقلبك ليس بعينك، هذا الرجل اخترته ليس حتى بقلبك بل بعينك، لأنه وسيم وجذاب وبلا بلا، لا أنت حاكمة كوني، وإذا لم تكوني حاكمة فكوني حاكمة أرجوك. الأحلام، أن الأحلام تتحقق، أشكر الله، فأنت ستعيشين الحب والأحلام تتحقق، وصافي وكملنا. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم، يعني خصنا ناخذ الأشياء دائما بإيجابية أرجوكم، يعني لأني أقرأ تعليقات أغرق معكم يعني في الحزن، أرى أنكم يعني طبعا هناك تعليقات قوية جدا وأنا أفهمكم، لكن يجب أن دائما أن تأخذوا أن تأخذوا الإيجابية ولو كانت صغيرة جدا، لا أدري إن كنتم تفهمونني، يعني يجب أن نرى دائما في الأشياء جانبها الإيجابي، فهو موجود، صدقوني موجود. صافي غادي نكمل، نودعكم، كنشكركم بزاف، وأنا سعيدة سعيدة لأنكم في قناتي، وأعيد وأعيد وأعيد، طاقات جميلة جميلة جميلة، و يا رب يعني تنمو هذه الإيجابية وتصلكم يا رب، وأتمنى لكم الخير من كل قلبي، أتمنى أن تتحقق كل أمنياتكم يا رب، وأتمنى لكم كل الخير والسلام الموجود بهذا العالم، شكرا لكم.
رمضان كريم وبسلام عليكم.